مشاهدينا إلى الأزياء والموضة والجمال في دولة الخليج. ناخذكم اليوم إلى العباية الخليجية، وضيفتي تنتمي لعالم تصميم العبايات. معنا الآن المصممة أسماء الحمود. يسعد مساك يا أستاذ أسماء. يسعد مساك يا حبيبتي. عالم العبايات طبعا عالم كثير جميل والكل يحبه، ودائما السيدة الخليجية تتابع الموضة في عالم العبايات. قبل أن نتكلم عن الخط اللي اتبعتيه أنت في هذا المجال، نبي نعرف منك وش آخر ألوان الموضة لشتاء 2017. أولا أنا أشكر روتانا خليجية وبرنامج سيدتي على استضافتهم لي، وأشكرك أستاذة مروة. ثانيا احنا اللي نشكرك على وجودك معانا، يعني جايبينك من الجنادريه اللي هنا على طول. الله يسعدك يا ربي. ف يعني عاده بالشتاء لازم الالوان تكون غامقه كثير، يعني ما يكون الالوان فاتحه. يعني اشوف البنات دائما لابسين كحلي رمادي، كحلي رمادي، إيه هذا اكثر شيء بالشتاء، يعني دائما اصلا الشتاء يتميز بالالوان الغامقه. حتى والقصات، حتى القصات تكون سمبل كثير، لأنه الشتاء تعرفين يعني القماشة ثقيلة وما تقدرين تحطين فيها أشياء موديلات أنه تفخم فيها وهي أساسا ثقيلة القماشة. نعم. دخلتي مجال تصميم الأزياء وبرزتي فيه، نبي نعرف المشاهدين على الخطة اللي اتبعتي، وش خطوط الأزياء عندك؟ والله تصميم الأزياء بالنسبة للعباية دائما يحكي انطباع الفتاة بالعباية، يعني لما تكون تصميمها سمبل ويحكي الرقي للبنت دائما بلبس العباية. هي البساطة هي اللي تميز تصاميمك. والألوان، هل في ألوان معينة دائما تحرصي أنها تكون موجودة في كل عباية؟ أنا غالبا ما أدخل مع الأسود إلا اللون الرمادي، لكن دائما الحين الدارج الالوان الفاتحه كثير. مثل ايش؟ مثل البينك، البيجيات. مع العبايه السوداء؟ لا، العبايه السوداء دائما ما يدخل معاها من عندي انا تصميم الا الرمادي. الا الرمادي، اي، او التطريز، يعني البيج شوي لكن يكون تطريز مو قماشه. لكن الالوان الفاتحه ممكن تدخلين معاها كذا لون. انا قاعده اشوف هذه العبايه كثير حلوه، كانت على المونيتر طالعة قبل هذه الكحلية، مفرغة من جوا. هذه يعني كحلية وعليها تطريز، وهذه العباية دمج لونين، هي نفس القماشة مدموجة لونين. اي بعدين فيها مثل الاستيكر كأنه تطريزة، يعني هذه استيكرات ما هي تطريز. لا، هي تطريزة بس انه استيكر، يعني مو مو خياطة. هذا لا، استيكر يتغرف فيه على العباية من فوق ومن تحت. طيب وعلى الغسيل ممكن الاستيكر هذا لا يعني أبداً ينشال او يتحرك من مكانه؟ ما يتغير، لانه بينكوي وعلى طول يمسك فيها. نعم. راح نسألك على مشاركتك في الجنادرية. تفضل حبيبتي، كلمينا عن المشاركة، كيف كانت الأجواء أول شيء؟ كانت الأجواء السنة هذه حلوة؟ والله الحمد لله الأجواء أول أيام كانت باردة شوي، بعدين تعدلت، بعدين امس صار شوي صواعق وامطار بس الحمد لله يعني جميل الوضع هناك، يعني طبيعي انك انت تتقبل اي شيء راح يكون بالجنادريه راح يعجبك كثير. دائما تتعدد التصاميم والوان العبايات، اكيد المناسبات مختلفه، مرات احنا نحب نلبس شيء للسهره، ومرات نلبس شيء للنهار، ومرات نلبس شيء للليل. في تصاميمك الوان السهره ايش هي؟ السهرة دائما تعتمدين على التل والدانتيلات، الحراير، لما تطريز على الحراير وعلى الدانتيلات الفرنسية برضو، لما يكون عليها شغل الشك والتكسير دائما للسهرة يكون راقي كثير. وما يكون القماشة سمبل عادي، يعني حلو لما يكون قصة واسعة، كبشت واسع برضو يعني حلو بالسهرات. وبالنهار دائما يكون الالوان الفواتح اكثر شيء. الفواتح اللي هي البيج، اللي هي البيج، اللي هي الرمادي الفاتح، البينك الفاتح، الموف، كل هذه الوان جريئه تعتبر بالنسبه للفتاة السعوديه. هي جريئه لكنه هي الان الموضه العصر.
وعادي صاروا يطلعوا فيها، اللي كانوا قبل يقولون هذه مثلا في دولة الإمارات أكثر شيء يلبسونها أو الكويت، الحين صاروا يطلعوا فيها عادي. والله هي كذا كذا عباية، سواء كانت سوداء أو ملونة، هي تعتبر حجاب ساتر. تتغير مقاييس الموضة من سنة لسنة؟ أكيد أكيد، كل سنة في موضة جديدة. فأنت يا كمصممة تتبعين الموضة الجديدة وتتبعين الفتيات وش يطلبون، فتحاولين توفرين قد ما تقدرين التصميم اللي هم يبغونه. نعم. في السنتين الأخيرة وش أكثر شيء كانوا البنات يطلبونه؟ والله السمبل أكثر شيء الحين دارج، سمبل كثير بس يعني. البشت مو سمبل يعني، لا البشت يعني أنا أشوفها في كل مكان، حتى البشت أكثر شيء بالسهرات، لكنه بالنسبة للدوام دائما يكون تحبين يكون العباية سمبل هادية، بس القماشة تحكي عن نفسها. وبال موضة الجيوب ذي الحين ماشية، وغير كذا القلابة الياقة يكون عليها شغل بسيط، كلفة قماشة تشيفون، قطان ناعم، لأنه الحين السمبل والناعم هذا هو المهم في العباية. دائما يقولون أن العباية تعكس شخصية المرأة، يقولون يعني ما أدري شو أقول لك، لكن دائما يعني قد لاحظتي في ربط فعلا ما بين اختيارات المرأة وما بين شخص مثلا حبها للعباية، أو مثلا العباية اللي فيها كثير زركشة وكثير زحمة تكون شخصية فوضوية أو شخصية قوية، أو يعني في ربط ما بينهم؟ والله مو دائما، في ناس تحب الشغل الكثير في العبايات. الحين هذه العباية مثلا لون الرمادي، لو مثلا من اللي يطلبها، الشخصيات الهادية ولا الشخصيات العصبية؟ كثير هذه اصلا ناعمه يعني هاديه جدا، فاتوقع ان اللي يطلبها اصلا غالبا عندنا البنات الصغار. الصغار ايه، اللي يدورون الفاشل والالوان. ايوه يبعدون عن اللون الاسود، وهذه مندمج اصلا فيها الكريب والحرير في نفس الوقت. القماشه نفسها هي نفسها القماشه فيها كريب وحرير؟ ايه، ونفسها صايره متموجه يعني، تعطيك على تمويجه يعني، حرير بكريب نفس القماشه. واللون البيج هذاك اللي داخل جوا، اللي داخل جوا هذا كنترول، نبي نشوف صور العبايات اللي موجودة، هذه مثلا الأسود وبيج، هذه تطريز. هذه أنا اشتغلتها قماشة كريب، طرزت أسود بأسود وطرزت معه دخلت البيج، برضو سويته بدون جيوب وانطلب بجيوب. السنة هذه كثير البنات يحبون العبايات مع جيوب، وخاصة في الشهرين الأخيرة أنا لاحظت إيه؟ الموضة درجت بجيوب، جيوب جيوب بشدة يعني، يعني عملية أكثر. إيه عملية أكثر، ومخفي وعلى يمين وشمال، ولازم أنك أنت لازم توافقين الطلبات اللي هم يبغونها. وما شاء الله تبارك الله، أنا شفت حتى الكبار، السيدات الكبار يحبونها برضه، عشان يفتكون من شيلة الشنطة يعني، تريحهم فعلا، ما عادي يشيلون شنطه. اي فعلا ما يشيلون اي خلاص. ولا وصاروا يطلبون يعني، انا جتني وحده قبل كم يوم طلبت مني الجيب ما شاء الله كبير، تبغى جيب من هنا ومن هنا كبير، على اساس انه خلاص يعني يريحهم شوي. هو هذا بالنسبه للعبايات اللي فيها ربطه على الخصر زي الحزام، كمان هذه كانت مطلوبه السنه الماضيه، السنه هذه كيف؟ والله خفوا كثير عنها. خف لا لا لا، شوفي كل سنه تلاقين إقبال على موديل معين، إقبال كبير، بعدين على السنة الجديدة يتغير الوضع كثير. والأقمشة أيضا تختلف من سنة لسنة؟ طبعا أكيد أكيد تختلف، يعني الآن موضة طبعا الكريب ما يتغير أبدا، اللينن. وش هي القماشة الراقية في لبس العباية؟ هل هو الدانتيل؟ يعطيها أكثر رقي. الدانتيل رقي جميل جدا، لكن أنا ما أفضله أنه دانتيل كامل. أنا أدخل الدانتيل مع القماشة الكريب الحرير، مع الشيفون ممكن تدخلينه، أما أنه كله دانتيل ما أحس أنه رقي إلا بالسهرات. أسماء الحمود اسم برز في عالم تصميم العبايات، وبالإضافة إلى وجود أسماء كثير مهمة في المملكة العربية السعودية، كيف كانت المنافسة بينك وبين المصممات الأخريات؟ والله أنا ما أحس في منافسة، بس أنه
كل سيدة لها تصميمها الخاص، تتميز بتصميمها، بعبايتها، بالكوليكشن العباية نفسها، يحكي انه هذا التصميم تبع السيدة فلانة، يعني ما له ابدا اي منافسة. عموما استاذه اسماء، يعني احنا سعدنا اكيد بوجودك معنا، ودنا ان شاء الله انك تكونين موجوده معنا في فقرات اخرى وتكلمينا عن الاقمشه اللي تستخدمينها في كل عبايه ان شاء الله في الحلقات الجايه. مشكوره حبيبتي، واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك حبيبتي، ما قصرتي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. هلا والله. مشاهدينا، كانت معنا مصممه العبايات اسماء الحمود. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. بسيدتي بعد الفاصل. مع تزايد ابتكارات خبيرات التجميل، سيدتي تسأل الخبراء: هل ابتعدنا عن المعايير العالمية للتجميل؟